معلومة مثيرة للجدل وبشكل كبير، كشف عنها المأذون الشرعي المصري مصطفى صالح حول تكلفة طلاق الفنانة المصرية ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. الطلاق وقع رسمياً قبل أيام وشغل الرأي العام المصري، فهل بلغت كلفته فعلاً حوالي 300 مليون جنيه؟ أي ما يعادل حوالي 17 مليون دولار كما قال المأذون؟ عبر منشور على وسائل التواصل انتشر بكثافة وتناقلته وسائل إعلام مصرية، قال المأذون إن مبلغ 300 مليون جنيه مقسماً إلى 15 مليون جنيه قيمة المؤخر وفيلا بالتجمع الخامس شرقي القاهرة ب 77 مليون جنيه والسيارتان ب 21 مليوناً ومجوهرات ب 138 مليوناً وشقة في منطقة الشيخ زايد ب 54 مليوناً مع كامل محتوياتها. في تصريحات لصحيفة صدى البلد المصرية نفت ياسمين صبري المعلومات، والأهم هو قولها إن طليقها كان بالفعل زوجاً كريماً معها للغاية خلال فترة الزواج وكان يفاجئها بالهدايا، لكن ليس هناك لا مهر ولا مؤخر. كذلك نفت تماماً صحة ما تردد حول حصولها على مصنع للعدسات أو مصنع للملابس وامتلاكها 24 سيارة، وقالت إن فترة الزواج كانت سلسة وإنها تكون له كل الاحترام، مشيرة إلى أن الانفصال تم في هدوء وبعد التوافق عليه.